خلينا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف في مركز المنارة المؤتمرات الدولية، ده بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف. أيضا امبارح استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية بالعاصمة السعودية الرياض، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وده من أجل بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وده بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته امبارح إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو إحياء للإنسانية وتكريم لها، وبيمثل فرصة للاطلاع على المفاهيم السليمة، مشيراً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتحدث الرئيس السيسي أيضاً عن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده، مؤكداً أنها مسؤولية تضامنية تحتاج لكافة مؤسسات الدولة وقبل ذلك الأسرة لبناء وطن في مختلف المجالات. كما أكد أن ذلك سينعكس على إنسان صاحب شخصية قيادية قوية قادرة على مواجهة التحديات وتخطي الصعاب. امبارح استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية بالعاصمة السعودية الرياض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وتم التوصل لحلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط هيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة. أيضاً استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوهاً في هذا الصدد لخطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل. وامبارح ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي اللي نظموا اتحاد الغرف السعودية بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ونوه رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف معاً تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهم، وذلك بما يحقق مصالحهم ويلبي طموحات شعبيهما، قائلاً وهذا ما نصب إليه ونهدف إليه في مصر، مؤكداً لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات أحد البلدين لدى الآخر، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية تحقق المنفعة المشتركة، معرباً عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات والتي تتجاوز 5700 شركة مصرية، قائلاً هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة، مشيراً إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الأعداد وأيضاً التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياض بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إطار بحث ملفات التعاون المشترك. في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع. ولذلك فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين. وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أنه التقى أمس عدد من الوزراء السعوديين وتم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفاً نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة التي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.